هنتكلم في الفيديو ده عن الـ non-infective keratites وكذا موضوع صغيرين كده بساط، عشان يتبقى لنا فيديو أخير نتكلم فيه عن الكيراتوكونس، وبكده نكون خلصنا الكورنيال lectures. احنا خدنا الـ infectious keratites، هناخد الـ non-infectious keratites، الحاجات اللي ممكن تعمل keratitis other than infection. في حاجات كتير اتكلمنا فيها في conjunctiva زي الالرجي، سواء لي endogenous toxin زي flectin أو exogenous toxin زي vernal keratoconjunctivitis، والexposure lagophthalmos اتكلمنا عليه في chapter الايلد. الموضوعين بقى المهمين اللي يتبقوا لنا هنا اللي هي الاوتوإميون زي المورينز ألسر والنيوروتروفيك ألسر اللي جبنا سيرتها واحنا بنتكلم عن الفيرال keratitis. مش هنضيع وقت كتير في الحاجات اللي اتكلمنا فيها في الكونجكتايفا. قلنا الفليكتن بيجي طفل صغير سن 5 سنين تقريبا، عنده انتستاينال بارازايتس، عنده تونسلايتس، او كان زمان التي بي هو بيعمل الرجي من الاندوجينس توكسينز بتاعته. تيجي الفليكتن كانت ممكن تيجي هنا في الكونجكتايفا، هي طبعا العيان بيشتكي من ديسكمفورت بس، او ممكن لو جت عند الليمبس هنا تعمل كورنيال فليكتن، بيبقى سمول جراي شريد ان كلر معاها هايبريميا، وممكن تبقى سنجل اور مالتيبل. وقلنا ان هي ممكن تعمل فاسيكولر كورنيال ألسر كارينج ا ليش اوف بلاد فيزلز. هنعالجها ازاي؟ هنعالج السبب طبعا بتاعها تونسيلايتس او البارازايتس او تي بي، وهي كالسر هنديها برضو الانتي بايوتكس مع انها مش انفكتيف، بس تو جارد اجينست سكندري باكتيريال انفكشن وتير سبستيتوتس وسايكلوبلاجيكس اف اني لو احتاجناها. الانتي بايوتكس دي بتتاخد في كل الكورنيال ألسر سواء هي انفكتيف او نون انفكتيف عشان to guard against secondary bacterial infections. بما ان هي allergic يبقى لازم ناخد حاجه to suppress the immune system، ناخد steroids topical steroids under umbrella طبعا of antibiotics. ممكن اعمل cauterization للblood vessels اللي هي جايه ورا الالسر دي، بعمل peritomy الاول، بفتح الكونجكتيفه وبعدين الساعها بالدايثيرمي بعمل cauterization ليها. ده كان الفليكتينيلر كيراتو كونجكتيفايتس. الالرجي تو اكسوجينس توكسين خدناها في الفيرنال كيراتو كونجكتيفايتس، قلنا العيان اللي عندهم الالرجي دي بيجي لهم حاجه اسمها شيلد كورنيال ألسر، هي يعني ممكن تعمل لهم بانكتيت ايروجنز كده، او تتجمع الايروجنز تعمل لارج ابيثيليال ديفكت والبيزمنت ممبرين كمان يقع تعمل كورنيال ألسر. لكن مع الكرونيسيتي والان بروبر تريتمنت بتاع الفيرنال كيراتو كونجكتيفايتس، الفيرنال كيراتو كونجكتيفايتس كنوع من الالرجي بيبقى فيه ميوكس سكريشن كتير قوي، فالميوكس ده ممكن يتجمع قدام الالسر كده على البيت بتاعتها، يمنع الابيثيليوم ان هو يهاجر ويملى مكان الالسر دي. بيعمل حاجه زي درع واقي كده على البيت بتاع الالسر، تمنع الابيثيليوم ان هو يمايجريت، عشان كده اسمها شيلد كورنيال ألسر. طبعا هيبقى علاجها ان انا عالج الالرجي دي بستيرويدز برضو، انتي هيستامينكس او ماسل ستابلايزرز، وما ننساش احنا لازم ندي برضو انتي بايوتكس وتير سبستيتوتس اللي هم الكومن في كل الالسرز، وممكن ناخد طبعا السايكلوبلاجيكس لو في انتيريور تشامبر اكتيفيتي. لازم طبعا لو الميوكس ده اتجمع وشيل كورنيال ألسر اعمله ديبرايدمنت، اشيله الفايبرين والميوكس ديبوزيتس. ممكن اغطي الألسر دي بامنيوتيك ممبرين او كونتاكت لينس لو احتاجنا. المورين كورنيال ألسر بقى، ودي هي الموضوع المهم شويه في النون انفكتيف كيراتايتس. المورين كورنيال ألسر دي دايجنوزيس اوف اكسكلوجن، يعني لو خلاص مش لاقي اي سبب للكورنيال ألسر اللي قدامي بفكر في المورينز كورنيال ألسر. ايه المورينز دي؟ هي حاجه مش معروفه، يعني النون ايتيولوجي. هل هي اوتو اميون ديزيز عمل شويه ليمبال فاسكولايتس، البلاد فيزلز اللي موجوده عند الليمبس حصل فيها انفلاميشن وعشان كده حصل نيكروزس، لان البلاد فيزلز دي هي اللي بتغذي الليمبس، والليمبس دي فيه ستيم سيلز اللي هي بتعوض الابيثيليوم اللي بيقع، فلما يحصل فيه فاسكولايتس واسكيميك نيكروزس الستيم سيلز هتموت، وبالتالي مش هيتكون مكانها الابيثيليوم اللي هو مش هيتكون مكانه ابيثيليوم جديد. وهو الثيوري دي، يعني سبب الثيوري ان الالسر دي بتتكون في البريفري الاول. المورينز كورنيال ألسر دي كرونيك ألسر مش اكيوت زي اللي بتيجي في الانفكتيف، دي كرونيك ألسر بتيجي في البريفري عند الليمبس. اشمعنى عند الليمبس؟ عشان هي في اوتو اميون ديزيز، عمل ليمبال فاسكولايتس، عمل اسكيميك نيكروزس للليمبل ستيم سيلز، فعشان كده بتقع الستيم سيلز والابيثيليوم اللي حواليها تعمل بريفرال كورنيال ألسر. لكن الألسر دي لها حاجه مميزه جدا ان هي سيربيجنس. يعني ايه سيربيجنس؟ يعني سبريد، بتزحف circumferentially and centrally، بتزحف circumferentially على الليمبس زي ما نشوف الصور، وبتزحف toward the center of the cornea.
اسمها برضو رودنت ألسر. عارفين الرودنس اللي هي القوارض زي الفئران مثلا، هي بتقرقط في الكورنيا زي ما نشوف الصورة كده. المورنز ألسر النون اتيولوجي بتبدأ هنا عند البريفري اوف ذا كورنيا، ليمبال فاسكولايتس، سكيميك نيكروزس للليمبال ستيم سيلز، تقع الستيم سيلز والابيثيليوم اللي حواليها وتبدأ تسبريد circumferentially حوالين ال circumference of the limbus and centrally، عشان كده اسمها serpiginous ulcer واسمها rodent عشان بتقرقض في الكورنيا. الالسر دي بيبقى لها two edges، one advancing edge اللي هي عارفين زي الخطوط الاماميه للجيش بتاعنا مثلا، ده ال advancing edge بيبقى undermined. ليه undermined؟ لان هو الابيثيليوم عمال يقع والاستروما عماله تتاكل من الفاسكولايتس، عشان كده بيبقى undermined edge. البريفرال ايدج بيحاول يحصل فيه هيلينج وبيحصل فيه نيو فيزز تتكون هنا هيل فاسكولارايزد بريفرال ايدج. هي بتبقى طبعا شكلها كريسنت لانها بتيجي عند البريفري وبتبقى هلاليه الشكل يعني وسبريد سيركمفرنشلي. المورنز السر دي بنعالجها ازاي؟ هي من الثيوريز بتاعها ان هي اوتو اميون فاسكولايتس، فطالما اوتو اميون يبقى هدي حاجات تسبريس الاميون سيستم، طبعا الستيرويدز اقوى حاجه، او ستيرويد سبيرنج زي السايكلوسبورين، وممكن ادي كمان سيستميك ستيرويدز او نون ستيرويدز انتي انفلاماتوريز او سايكلوسبورين سيستميك، بس برضو ما انساش اي ألسر لازم ادي انتي بايوتكس ستير سبستيتوتس اند سايكلوبلاجيكس. وبرضو طالما في فاسكولايتس هنا وفي بلاد فيزلز موجوده ممكن اعمل لها اقطعها، اعمل لها كوترايزيشن او اعمل لها سواء كيميكال او دايثيرمي بعد ما اعمل باراتومي. وطبعا في الاخر بعالج الكومبليكيشنز اللي حصل بتاع ده corneal opacity، ممكن اعمل كيراتوبلاستي بس هنا poor prognosis لان اصلا في limbal vasculitis في ischemia، فلو حطيت هنا كيراتوبلاستي لو حطيت transplant corneal transplant ممكن يحصل لها melting يعني تبوظ الرقعه دي عشان limbal vasculitis. المورنز corneal ulcer كسؤال يعني مش common قوي، بس هي المعلومات اللي احنا نعرفها عنها ان هي non etiology might be autoimmune، وان هي diagnosis of exclusion في الاخر خالص بستبعد، هي بعد ما استبعد الانفكتيف والاذر كوز انفكتيف اند نون انفكتيف كورنيال السرز. المميز ليها ان هي بيبقى لها advancing undermined edge و peripheral healed edge، وان هي بتبدا في البريفري اند سبريد circumferentially اند سنترالي، وبتتعالج بالستيرويدز. ثالث نوع اللي هو neurotrophic ulcer او neurotrophic keratitis، وقلنا من اسمها هي الترافيك اللي هي جروث فاكتورز بتاعت الابيثيليوم قلت. ليه قلت؟ عشان دي نيورال ديرايفد جروث فاكتورز، محتاج نيرف سبلاي، نيورال سبلاي، سنسوري نيورال سبلاي عشان الجروث فاكتورز دي تتفرز. اما بفقد النيرف سبلاي ده بحاجات اللي بتاثر على الترايجيمينال نيرف بيحصل ان الابيثيليوم هنا بيقع، وبيحصل ممكن يحصل عليه سكندري انفكشن اور اذروايز. ايه الحاجات اللي ممكن تخلي الكورنيال سنسيشن يروح؟ اشهرها هربس سواء السمبلكس او زوسر، الميتا هربتيك كراتايتس، او اي حاجه بتاثر على ترايجيمينال جانجليون سواء بتروما فراكشر بيد اوف سكال او سيرجري، او برضو فيتامين اي ديفيشنسي اللي بيسموها كيراتو ماليشيا. طبعا الكلينيكال بيكتشر بتاعتها هتبقى زي الكورنيال ألسر بالظبط بس بينلس، لان انا فقدت اصلا السنسيشن، ولو عيان ده جيت المس له القرنيه بتاعته مش هيلاقي فيه سنسيشن فيها. ودي من الريزيستنت كورنيال ألسرز اللي كانت كوكب الشرق بتشتكي منها، لان طبعا العلاج بتاعها صعب جدا، لان كل لما احط انتي بايوتكس ولا احط تير سبستيتوتس اصلا الجروث فاكتورز هنا مش موجوده او موجوده بكميه قليله، فالابيثيليوم مش هيلم مكان الالسر دي. علاجها ايه؟ نيوروتروفيك كيراتايتس زي اي كورنيال السر لازم اديله انتي بايوتكس تو جارد اجينست سكند باكتيريال انفكشن، اديله تير سبستيتوتس سايكلوبيجكس لو في اكتيفيتي في الانتيريور تشامبر، بس بحاول اخلي الاطرات في بريزرفتيف فري فورم، ما فيهاش بريزرفتيفز، ان انا اقلل من عدد مرات حطها على قد ما اقدر، وان انا احاول احمي القرنيه دي بباندج كونتاكت لانس بترسورافي مثلا بكونجكتيفال فلاب امنيوتك ممبرين ترانسبلانت، وطبعا ممكن اديله فيتامين اي سبلمنت. التوبيكال نيوروتروفيك سبستانسز مش موجوده كوميرشالي لغايه دلوقتي. واخر النون انفكتيف كيراتايتس اللي هي الاكسبوجر اللي قلنا بتبقى موجوده في اللاج اوف ثالموس، الجفن مش بيقفل كويس. والحاجه المميزه للاكسبوجر كيراتايتس ان هي بتبقى موجوده في اللور ثيرد اوف ذا كورنيا. اشمعنى في اللور ثيرد اوف ذا كورنيا؟ ها حد يقول اشمعنى في اللور ثيرد اوف ذا كورنيا؟ اكزاكتلي عشان البيلز فينومينا. احنا اما العيان ده بيبقى نايم والبيلز فينومينا المفروض نورمالي هي بتبقى انتكت، العين بتطلع لفوق بس الجفن مش قافل العين كلها، ف الجزء السفلي اللي هو اللور ثيرد اوف ذا كورنيا بيبقى اكسبوز، فبيبدا يتكون فيه
الكونتنت ايروجنز او الالسر، وباسباب اللاج اوف تايمز اللي كنا قلناها طبعا قبل كده سواء اوكيولر او سيستميك. ده كان النون انفكتيف كيراتايتس. الموضوع اللي بعديه اللي هو الفيلامنتري كيراتايتس. الفيلامنتري كيراتايتس من اسمه كده، ده في كورنيال انفلاميشن. فيلامنتري يعني في فيلامنتس. ايه الفيلامنتس دي بقى؟ الفيلامنتس دي عباره عن شويه نيكروتيك ابيثيليوم وميوكس متجمع حواليهم واقفه على الكورنيا زي كده بالشكل ده. دي فيلامنت اهي وفيلامنت اهي وفيلامنت متعلقه. الطرف الفوقاني ده متعلق في الابيثيليوم والطرف التحتاني منه فري، عمال طول ما الجفن طالع نازل عليها عمال يتحرك. الفيلامنتس دي كونت من ايه؟ شويه حصل انجري للكورنيال ابيثيليوم باسباب كتير، من ضمنها دراي اي، نيوروتروفيك كيراتوباثي او لونج تيرم اوكيولار باتشنج، او سوبيريور لامبيك كيراتو كونجكتيفايتس. هو اشهر اسباب ليها الدراي اي ونيوروتروفيك كيراتوباثي. دي بتخلي الابيثيليوم يقع. الابيثيليوم مع الفراكشنال ستريس بتاع الايليد بيبدا يتجمع ويعمل فيلامنت. الفيلامنت دي مع الكونتينوس ستريس من الفراكشن اوف ذا ايليد تكون ميوكس حواليها، من الاريتيشن يكون ميوكس حوالين الابيثيليوم اللي هو الواقع ده، ويبدا يتحرك الابيثيليوم ده طالع نازل مع حركه الايليد which is painful. يعني الايليد وهو طالع نازل على الفيلامنت دي عماله تعمل روبنج للنيرف اندنجز الموجوده في الكورنيا هنا، ده اللي بيعمل بين. الكلينيكال بيكتشر بتاعتها بشوف السترينز او الفيلامنتس دي في ميوكس والابيثيليوم اتاتشد ات وان اند اوف ذا كورنيال سيرفيس والاذر اند از فري. بتصبغ بايه؟ هل بتصبغ بروز بنجال ولا فلوريسين؟ الفلوريسين زي ما قلنا ما بيصبغش خلايا، ده بيصبغ مكان ما الخلايا وقعت. فاحنا عايزين نصبغ هنا خلايا اللي هي الابيثيليوم، فبصبغه طبعا بالروز بنجال. بيتعالج ازاي؟ بعالج طبعا السبب لو دراي اي او نيوروتروفيك كيراتوباثي لو هي بتتعالج بكونتاكت بسوفت باندج كونتاكت لينس وتير سبستيتيوت طبعا اللي هي اللوبريكانتس وانتي بايوتكس بروفلاكسس عشان ما يحصلش سكندري باكتيريال انفكشن عليها. الحاجات بقى اللي هي المميزه لعلاج الفيلامنتري كيراتايتس انها ممكن اديله ميوكولاتيك ايجنتس. عارفين الناس اللي هم عندهم كحه بلغم بياخدوا الحاجات اللي هي بتدوب البلغم؟ هو نفس بالظبط هنا الكورنيا يعني عليها بلغم، مع يعني الاعتذار لحد اتصور حاجه يعني شكلها مش ظريف يعني. هي القرنيه هنا عليها بلغم شويه ميوكس وابيثيليوم، فده هنديله حاجه تدوب البلغم ده. ايه اللي يدوب البلغم؟ ميوكولاتيك زي الاستالسيستاين، وفعلا بنديله استالسيستاين بس اورال يعني غالبا بيتاخد اورال. انا صراحه اخاف ادي توبيكال، انا ما جربتش ان انا ادي توبيكال، مكتوب في كتب ان هو بيتاخد توبيكال بس انا بدي اورال والحمد لله بيجيب نتيجه كويسه. ممكن اديله هايبرتونيك سلاين. انتوا عارفين الكونسنتريشن بتاع النورمال سلاين كام؟ 0.9%. لو اديت له بهاي كونسنتريشن 5% صوديوم كلورايد، الهايبرتونيك سلاين ده بالاوزموزيس هيشد الميه من الابيثيليوم والفيلامنتس او الستراندز دي، هيخليها ناشفه شويه فيخلي الكورنيا ابيثيليوم مور كومباكت يعني اللي ماسك في بعضه اكتر. العيانين دول بنقول لهم خدوا هايبرتونيك سلاين توبيكال خاصه قبل النوم، بيقوم شادد الميه من الابيثيليوم ومن الكورنيا فبيخلي التايت بونز او كومباكت كورنيال ابيثيليوم اكتر. ده التوبيكال، يبقى العلاج بتاعه عادي وبعالج السبب بتاعه. المميز ليه اديله حاجه تدوب البلغم وهايبرتونيك سلاين. سيرجيكال تريتمنت ممكن ميكانيكالي اعمل ريموفال للفيلامنتس دي، ولو هو عنده دراي اي ممكن اعمل له حاجه اسمها بانكتل بلاج، اجيب بلاج سواء تمبوري او بيرمننت واقفل بيها البانكتم دي عشان احافظ له على شويه التيرز اللي موجوده عنده. موضوع صغير تاني برضو انترستيشيال كيراتايتس، انفلاميشن في الكورنيا برضو بس موجود في الانترستيشيوم. ايه الانترستيشيوم ده؟ اللي هو الاستروما، يعني مش واخد ده الابيثيليوم ولا الاندوثيليوم، ده واخد الاستروما بس. الانترستيشيال كيراتايتس كنا جبنا سيرتها واحنا بنتكلم خاصه عن الفايرال كيراتايتس، وانا ممكن تبقى ديفيوز سترومال سواء الهربس سامبلكس او زوستر، او تبقى ديسكي فورم برضو في الهربس سامبلكس او زوستر. في بعض الحاجات التانية ممكن تعمل انترستيشيال كيراتايتس زي تي بي انسفلس وايديوباثيك حاجه اسمها كوجن سيندروم. والكوجن سيندروم دي يعني حاجه مشتركه بيننا وبين الانف والاذن. بيبقى العيان ده ما بيشوفش وما بيسمعش. ما بيشوفش ليه؟ لان عنده انترستيشيال كيراتايتس، ما بيسمعش عشان بيبقى عنده كوكلير دافنس. الكوجن يعني في برضه الاختصار ده اللي هو سي او جي اي ان، كوجن كوكلير دافنس اوبتيكال انترستيشيال كيراتايتس. علاجه بياخد ستيرويدز لو هو طبعا في الكوجن، جلوكوكورتيكويدز، ممكن الاورطه كمان تبقى انفولفد وبيبقى معاه نيرف ديفنس. يعني مش مهم قوي نحفظ كل الكلام ده، انما نعرف ان هو بيبقى عنده مشاكل في الاي ان تي ومشاكل في الاوفثالمولوجي.
الحاجه بس يعني كانت بعض الكتب يعني عندكم ما اعرفش كتاب القسم كاتبها ولا ايه بيتكلم عن السيفيليتك انترستيشن كيراتايتس السيفلس، والسيفلس يعني ما بقاش كومون قوي الحمد لله زي الاول، وان كان في بعض المناطق موجود. السيفلس ده يعني هو بيعمل لنا وان اوف ذا كوزز اوف انترستيشن كيراتايتس. والسيفلس زي ما انتم عارفين من ايام الميكروبيولوجي ان هو بيتعمل بالتريبونيما باليدم سبايروكيتا حلزونيه ملولوه كده بالشكل ده، كومونلي بيجي كونجنتال من الام، بيبقى بايلاترال طبعا وبيبان في يونج ايج، او اكواير كسكشوالي ترانسميتد ديزيز، وبياخد وقت طويل قوي على ما يتكون الانترستيشن كيراتايتس حوالي 10 years after primary infection. سيستميكلي العيان ده خاصه لو كونجنتال بيبقى عندهم هاتشينسون تيث بالشكل ده وسادل نوز. انما العين بقى بتتاثر من التريبونيما ازاي؟ مش البكتيريا نفسها دي هي اللي بتعمل الانفكشن، ده بيبقى هايبر سنسيتيفيتي للانتيجين بتاعه. السيفيليتك انترستيشن كيراتايتس بتمر بثلاث مراحل خاصه الكونجنتال منها، ورقم اثنين هو المشترك ما بينهم، اسبوعين شهرين سنتين. في اول الانفكشن بروجريسيف ستيج سيفير بين سيفير لاكريميشن سيفير سيليري انجكشن، حاجه اسمها سالمون بينك كورنيال باتش. بصوا الحاجات دي عدوا عليها بسرعه كده يعني اقروها قرايه وفهموها، انما مش بتسال غالبا ولا حتى بتيجي صور. سالمون بينك عامله زي سمكه السالمون ليه ولونها بينك؟ عشان بيبقى فيه ديب كورنيال فاسكولاريزيشن، عارفين اصلا الكورنيا كلير، بس مع الانترستيشيال كيراتايتس اللي بتحصل هنا بيحصل بلاد فيزلز جايه عشان تحارب الانفلاميشن اللي موجود ده، وبتبقى طبعا ديب لان احنا في الانترستيشن في الستروم اوف ذا كورنيا، فالديب كولر بتاعها بيدي حاجه اسمها سالمون بينك باتش. ده في البروجريسيف ستيج بتاخد اسبوعين. الفلوريد ستيج، فلوريد يعني تتبرعش وتتبرطع، البلاد فيزلز دي تتخن قوي وتبقى كونجستد لدرجه ان ممكن يحصل انترا كورنيال هامورج انتر ستروما او انترستيشيال هامورج بالشكل ده، والكورنيال ساينز اند سيمبتومز تبقى برضه سيفير، تاخد شهرين. واخيرا بيحصل هيلينج للكلام ده كله على مدار سنتين، اللي هي الستيج الاخيره اللي هي تطلع بقى الريجريسيف ستيج 2 ييرز. طبعا الانفلاميشن ده بيختفي وسبسايد وبيسيب مكانه اوباسيتي، والبلاد فيزلز زي ما خدنا فاكرين ايام البانس، البلاد فيزلز بتفقد البلاد اللي جواها بس هي نفسها مش بتختفي، بتبقى لونها جريش كده وفقدت البلاد اللي جواها، بتبقى اسمها جوست فيزلز. ممكن يبقى معاها كمان يو في ايتس، ودي هناخدها في شابتر اليو في ان السيفلس بيعمل يو في ايتس. الانفستيجيشنز بتاعت العيانين دول هي بتاع السيفلس لو انتم فاكرين من ايام المايكروبيولوجي، عارفين التفه والفته، تريبونيما باليدم هيماجلوتينيشن تيست، وفلوريسنت تريبونيما انتيجين، والفينوريال ديزيز ريسيرش لابوراتوري، والوازرمان تيست، الحاجات دي بتاعت السيفلس. بيعالجها ازاي؟ برضو انتي بايوتكس وسايكلوبلاجيك ستير سبستيتوتس، بس بديله طبعا ستيرويدز، وبعالج طبعا السيفلس وكيراتوبلاستي فور كومبليكيشنز. اخيرا عشان نخلص الكيراتايتس دي، احنا خدنا السوبرفيشال كيراتايتس وخدنا الانترستيشال كيراتايتس، يتبقى لنا الديب كيراتايتس اللي هي واخده الاندوثيليوم اند ديب لايرز اوف ذا ستروما، اللي هي اللي بيسموها بروفاندا، يعني ديب كيراتايتس بروفاندا. اشهر اسباب بتعملها الهربس سيمبلكس طبعا، والزوستر، الزوستر بيعمل كل حاجه في العين. ولو فاكرين احنا كنا خدنا في البروجريسيف ستيج اوف ذا كورنيال السر ممكن يحصل ديب التوكسينز بتاعتها تو بينتريت ديب ان ستروما وتعمل بوستيريور ابسس، وكمان فاكرين ان الفانجاي الفانجاي كمان الهايشي بتاعتها ممكن تمتد ديب جوه الستروما اوف ذا كورنيا، وعشان كده قلنا في الفانجال كيراتايتس ممكن نحتاج نعمل كورنيا بايوبسي، مش جاست ان احنا ناخد نعمل سكرابنج في الانفستيجيشنز. الصوره دي لو جات لنا في الامتحان هنقول ايه؟ هنقول كيراتايتس بروفاندا؟ لا طبعا ما يعني ما تهزروش، هنقول دي هايبوبيون هايبوبيون كورنيال السر، ماشي؟ يعني بلاش نتفلسف، دي هايبوبيون كورنيال السر. انا هنا بقول لكم دي كيراتايتس بروفاندا عشان العيان ده شفناه على سليت لام وشخصناه، انما كصوره كده لوحدها لا، دي طبعا هايبوبيون كورنيال السر. كده خلصنا الكيراتايتس انفكتيف ان نون انفكتيف. كم موضوع بسيط كده نقولهم، حاجات ممكن تيجي صور كده سبوت دايجنوزس او نيت تسأله في الشفوي، مثلا البريفرال كورنيال رينجز زي الاركس سينيلز دي بنشوفها في ابهاتنا واجدادنا، بنلاقي البريفري اوف ذا كورنيا بقى لونه ابيض كده. ليه بقى لونه ابيض كده؟ ده ليبيد ديبوزيشن، في ليبيد ترسب في المنطقه دي. ليه؟ هو بيجي مع الايجنج مالوش سبب، او ممكن يجي لو واحد عنده بور ليبيد بروفايل يتجمع في البريفري اوف ذا كورنيا، هو ما بيعملش حاجه يعني لا بيأثر على النظر ولا بينفول ولا حاجه، ده الديجنريشن. طب ايه مشكلته؟ هو بس مشكلته كوزماتيكال، يعني العيان بيبقى مش عاجبه شكله وعايز مثلا يتجوز تاني ولا حاجه، فبيبقى شكله حاجه في البريفري كده، وهي مالهاش علاج على فكره، يعني هي ما فيش حاجه ان هي تضيعها، لو الليبيد بروفايل بس عنده مش كويس يروح يظبطه.
حاجه تانية من الديجنريشنز اوف ذا كورنيا اللي هي باند شيبد كيراتوبثي. والباند شيبد كيراتوبثي بقى ده له اسباب، يعني ده لو اتشاف في اسباب. الباند شيبد كيراتوبثي عباره عن كالسيوم تشيبس، شويه كالسيوم تجمع هنا في الليفل اوف بومن ميمبرين تحت الابيثيليوم. ايه اللي خلى الكالسيوم يتجمع هنا؟ قد يحصل، قد ينتج مع حاجه اوكيولر او حاجه سيستميك. اوكيولر زي كرونيك انفلاميشن مع كرونيسيتي اوف انفلاميشن، خاصه الكيراتايتس اند يوفيتس، او مع الفايسس بالباي بيحصل اتروفي للعين دي، بيبدا يحصل ديجنريشن مع الكرونيسيتي اوف ذس انفلاميشن ويتجمع الكالسيوم عند الليفل اوف بومن ميمبرين. او ممكن يحصل سيستميك لو انا عندي سيستميك اصلا هايبر كالسيميا او رينال زي الحاجات اللي بتحصل مع هايبر باراثايرويدازم والرينال فيلير والمالجنسيز والساركويدوز، دول بيبقى عندهم هايبر كالسيميا والكالسيوم بيترسب في حتت كتير قوي من الجسم بما فيها الكورنيا. المكان هيستولوجيكالي مكان الترسب بتاعه قلنا عن البومن ميمبرين. طب جراسلي بيبقى متكون فين؟ بيبقى انتربال بيبرال، يعني لا فوق ولا تحت، بيبقى في النص التلت الوسطاني من الكورنيا. فطبعا هيبقى هيعمل ديمينيوشن اوف فيجن ويبقى فيه بين، لان الكالسيوم ده هيوقع على الابيثيليوم اللي فوقه ويفضل يعمل رابنج مع الايليد كده فيبقى بينفول. علاجه اعالج السبب بتاعه طبعا. ممكن اشيل الكالسيوم دي سكرابنج، ميكانيكال سكرابنج، او في حاجه اسمها كاليشن كنتوا خدتوها برضو انتوا في حاجه ما، ممكن في الباي كيمستري احط دايسوديوم اديتا اعمل كاليشن للكالسيوم ده، او اشيله باكسايمر ليزر، حاجه اسمها فوتو ثيرابيوتيك كيراتكتومي. ده فيديو ليه يعني، هو معاكم ببصوا عليه ازاي بتشال الكالسيوم ده. هو الراجل هنا هيشيله ميكانيكالي بظهر المشرط تقريبا، هي دي البان شيبت كيراتوباثي. هيشيل بقى، هيشيل بقى يا عم، هيحط الاديتا الاول ايثيلين دايامين تتراستيك اسيد، وبعدين بالمشرط هيقعد يعمل ايوه بيشيله اهوت من على الكوني. طبعا بيسيب اوباستي طبعا، والحل الاوباستي ايه يا جماعه؟ كيراتوبلاستي طبعا. من برضو ضمن البريفرال كورنيال رينجز حاجه اسمها كايسر فلايشر رينج. الكايسر فلايشر رينج دي اللي هي لونها جرينش براونش جولدن يلو، يعني واخده الوان كتير قوي، دي بتيجي في الناس اللي عندهم ديفيشنسي في السيريولوبلازمين. السيريولوبلازمين ده هو البروتين اللي بيشيل الكبر في البلد. من ضمن اسباب السيريولوبلازمين ديفيشنسي حاجه اسمها ويلسون ديزيز اللي هو الهيباتولنتيكولار ديجنريشن، بس هي نون باثوجنومونيك، يعني لو لقيتها مش لازم يبقى عنده ويلسون ديزيز، هو بقى عنده مشكله في السيريولوبلازمين من ضمن اسبابها الويلسون ديزيز اللي بتاثر على الليفر هيباتو واللنتيكولر كمان بيبقى معاها لنتيكولر تشينز كاتراكت يعني في اللنس والرينج دي. هل هي بتعمل عندنا مشكله في العين؟ لا ما بتعملش مشكله في العين، هي بتعمل مشكله في حاجات تانية من الجسم، انما في العين عندنا بس شكل، وبنساعد دكاتره المخ والاعصاب ان هم يشخصوا الويلسون ديزيز، وعلاجها هو علاج الكوبر ديفيشنسي. دي صوره ممكن تيجي في الامتحان اللي هي كورنيا وعليها فورين بادي، ويسالك مش هقول لك على ايه، ده فورين بادي على الكورنيا. طب العين هيجي يشتكي من الكورنيا فورين بادي، هيجي يشتكي من ايه؟ قلنا الحاجات اللي هي كاركترستيك للكورنيا اللي هي ستشن بين وانفلاميشن فوتوفوبيا بريفروسباز، يديك هيستوري ان هو كان مثلا شغال في لحام راكب موتوسيك. علاجه ايه؟ فورين بادي ريموفال، بشيل الفورين بادي. الفورين بادي ده بعد ما بيتشال بيسيب مكانه ابريجن او السر ديفكت مكان ما هو اتشال. بيتشال بايه؟ بيتشال بسرنجة انسولين على فكره اندر توبيكال انافيزيا. زي ما انتم شايفين بحط قطر بنج للعيان والعيان بيقعد على ستريت لامب زي ده، وبجيب سرنجة انسولين واقوم شايل الفورين بادي ده. طيب بعد ما اشيله بعمل ايه؟ بيبقى في ديفكت موجود، يعني زي كورنيا الالسر بالظبط. طب هعالجه ازاي؟ توبيكال انتي بايوتكس، توبيكال تير سبستيتوس، مش بحتاج قوي طبعا سايكلوبلاجكس لانه ما بيكونش لاحق ان هو يعمل انتيور تشامبر اكتيفيتي، انما لو في انتيور تشامبر اكتيفيتي بديله طبعا سايكلوبلاجكس. طيب في الحاله دي بقى بنغطي عين العيان على فكره، لان ما فيش انفكشن هنا، انا مدي الانتي بايوتيك عشان تو جارد اجينست سكندري بكتيريال انفكشن. انما لو العيان مثلا جاي لي متاخر وفي عمص في عينيه وديسشارج والكلام ده، لا طبعا مش هغطي له عينيه، هي دي بس الحكمه في تغطيه العين، بغطيها لو الالسر دي ستيرايل وما فيش فيه ديسشارج عليه. اخر حاجه نقطتين بساط، ديفرنشال دايجنوز اوف بانكتيت ابيثيليال ايروجنز، الصوره دي شفناها كتير قوي، مزبوغه بالفلوريسين ومتشافه على بلو فلتر. البانكتيت ابيثيليال ايروجنز في حاجات كتير قوي ممكن تعملها، بس انت لو قسمتها، عارفين دايما بنقول فرق تسد، فرق الحاجه كده في دماغك عشان تعرف تحفظها. اشهر سبب على فكره هو دراي اي بشكل عام والفيرال انفكشن، لكن لو قسمناها لو جت اكتر انفيريور البانكتيت ايروجنز لقيتها اكتر انفيريور، يبقى اكيد النص التلت التحتاني ده من الكورنيا اكسبوزد لاج اوف ثالموس، او التلت التحتاني ده عشان قريب من الليد بليفرايتس ممكن تعمل كده،
او انتروبين الليد مقلوب تحتها وهو عمال يعمل كده، او توكسيستي توبيكال ميديكيشنز، لان الميديكيشنز بالجرافيتي بتنزل اكتر هنا على التير فيلم ستريب عند اللور ليد. ده لو جت انفيريور. لو جت سوبيريور طبعا تراكوما، لان تراكوما البانس بتاعها بيبقى موجود فوق هنا والليد الفوقاني بيبقى ان كونتاكت وذ ذا ابر 2 مليمترز اوف ذا كورنيا. حاجتين بقى يعني مالكوش علاقه بيهم، اسمها فلوبي اي ليد سيندروم اند سوبيريور لامبيك كراتيك كونجكتيفايتس، مالكوش علاقه بيها قوي، لكن طبعا قلنا اشهرهم دراي اي والنيوروتروفيك كراتايتس، ممكن تعمل ديفيوز بانكتد ابيثيليال ايروجنز. اخر ديفرنشال دايجنوز اللي هو الساتاجينس او الزاحفه الكورنيال السرز اللي هي بتزحف، خدنا المورن والفاسيكولر خدناها والهايبوبيون برضو خدناها. ايه اللي يفرق بينهم بقى؟ الهايبوبيون كورنيال السر طبعا مع هايبوبيون وبتبدا سنترال، الانفكشوس السرز تبقى غالبا سنترال، انما المورن قلنا لا، المورن بتبدا بريفرال اند سبريد سيركمفرنشال اند سنترال، بيبقى كريسنتنج ان شيب. والفاسيكولر كورنيال السر طبعا بتيجي معاها الفلكتين، ممكن تبقى سنجل اور مالتيبل، وبتبدا طبعا عند الليمبس. كده خلصنا الكيراتايتس باشكالها بانواعها وشويه نقط بسيطه والديفرنشال دايجنوزس. الفيديو الجاي باذن الله هنتكلم عن الكورنيال اكتازيا خاصه الكيراتوكونس، وبكده نبقى غطينا الكورنيا. اند ثانك يو.